السلام عليكم المتتبعات والمتتبعين الأعزاء، كيفين ما كنتو؟ كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. كي راكم مع الصيام، نتمنى إن شاء الله تكونوا أقوياء، والله يقويكم والله يعينكم إن شاء الله جميعا على الصيام على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم يا مزيغ النقي مزيغي، ماني مهجلت مني إن شاء الله أتيرين بخير وعلى خير، الصحة فاتيري مليح، نجمة كوزومي إن شاء الله تمني أكني وعاون سي ربي العالمين باش نزومو يعني آخر في قبر، خوم في قبر آخر في قبر جميعا إن شاء الله. فهمتو أنا تاتي حرميني عزا نهار خو قاع ريح الغر مغا أنسوجد شوية مي صنة، يعني الأغلبية النساء بصفة عامة مارة خضر وقتها يا إما قايمت في كوزينة، المهم قاسو الجابنت وقتها نشي دائما نقرا سوية وقنضية قوة نقرا القرآن الطاسة قيمو قيمو قيمو، بالعكس نشي ما من باش ما من تك أمن تك وطاري وول أمن تك الشغل نزما أنغا القرآن قوة تجي ولا ذي الجن سواء ذي عايزني غتي مغاري وردي الجن قيقيم على القران ما يكمل فعلا انت شهر القران يخصنا وردي الجن ويشاهد يتفضي قادر مصحف، ولكن الظروف من الحياه تجي يعني ونزما نقي ولكن نزما نغى قال اجر يتيري خل حرف ويتيري بخ الصور ني فقادني يعني تقد الختم، يعني اي صوره تحفظ الطف غا الفاتحه قاريت من فقطيت الشغل لما يقول هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ام تقد الشهر نم قال قران، يعني قوانين شهر القران كما قلت المشاهدين الاعزاء الاغلبيه ديال النساء كيقولوا ما كانش عندي الوقت باش نختم القران، يعني الاجر ليس على الختم، ما كاينش الاجر على الختم، الاجر على الحرف، كل حرف بعشر حسنات، يعني وحنايا كنقضيو الشغل ديالنا كما قلت يعني الاغلبيه ديالنا كلنا كاملين في هذا الوقت كنكونوا في الكوزينه وشكور لا سواء الرجال ولا نساء، راه ماشي كلشي راه كل واحد الرجال كيخدموا عاود على برا ماشي حتى هما راه جالسين عند المصحف، ولكن الانسان كيقضي الشغل ديالو ولا راه في الخدمه ديالو ولكن يستغل هذا شهر القران يقرا غير داكشي اللي حافظ كما قلت ولو الفاتحه ولو قل هو الله احد قل اعوذ برب الناس، يعني الصور القصار اللي حافظ لانه كما قلت الاجر على الحرف. انا دابا غادي نوجد معايا معكم الطبله ديالي وانا كنقرا الفاتحه كنقرا يعني اي صوره كحافظها كنقراها كما كتشوفوا انتم قيم انت كيدي اتزوج دغمي السينو انزامين دغانك يا اخي في حرامين نهار كير شويه البريوات، ها هي درت هذا النهار شويه ديال البريوات درت غير هذه الكميه، علاش؟ لان الورقه خرجت لي ماشي هي هذيك، انا غادي نوريكم الورقه لكن ديت السينو في حرامين فوريقت ما يمي بركيا طاس نسحب النظار ايتي الصابن ما يمي والسينما تمنزا وضابي تمنزا ديال المغربه ما يكمل ماشي فوريقتها نشتو غتكل سجن توريق نونيت اضافة كاميرا دبانا بقى الساويرة ممش نيغ نش الجسقة البريواتات وغتك خفن سجن الورقة نظنيت مرات سنت ثني غتجا بلاستيك ازرق هذيك الورقة اللي عندها البلاستيك زرقاء كتباع في مرجان كتباع في المهم كاع اللي كيبيعوا لي ميني ماركت ولا سوبر مارشي كيبيعوها، هذيك فيها 10 ديال الورقات ما كتقطع رائعة، هذه ورقة الفيلو اللي استعملت ورقة الفيلو أنا كانوا شكروها ليا قالوا لي ولكن كتفرتت كما كتشوفوا سلكت هادو بالسيف وقفت قلت حتى نجيب الورقة الأخرى ونكمل، يلا درت هنايا 20 حبة يعني درت استعملت جوج ديال الورقات ولكن درتهم بمشقة الأنفس وبشحال قريت عليهم عاد ديال سورة الفاتحة يكرم توشي الورقة اللي نبيرة غادي نجيب دابا الورقة ونوريها لكم أو فني باللعب شكرا ها هي هاد الورقة ورقة الفيلو هادي ما ديروش بها البريوات ديال اللوز ديروا بها الملح الملح
كتجي رائعه واخا كتفرتت، ولكن المهم يعني كتبقى كتجي زوينه. ولكن بالنسبه ديال البريوات ديال اللوز كتفرتت، ومنين كديريها في العسل ما هي وما لونها؟ شكون يفكك بها؟ صافي ها هي ورقه الفيلو، هذه زوينه ولكن زوينه للمملحات. فاش ني غادي حرامي فانيتا مريض زي سنتكن تشال المملحات وماشا مريض غير البريوات نتجوزين المعسلين وافع الدرشاء تفرورو ينت اقمعي يوار خو ان سوجد ميسالة. بسم الله انا على شويه من الشتابن البنز واقف في الجارن بقى في لينو قسم جد اخت فانيتا. ها هي التمر ديالي راه وجدتها هنايا ديالي انا هادشي ديالكم. ايوا هكا كما قلت للمشاهدين عزيز انت هكا انت كتوجدي كتخدمي الشغل ديالك سواء ولا في الكوزينه ولا فين ما كنتي. رددي القران اللي كتعرفي كما قلت الصور اللي كتعرفي قوليهم راه غادي تاخذي الاجر على الحرف كل حرف بعشر حسنات يا ربي يمين. ايوا ان شاء الله الله يعيننا والله يتقبل منا جميعا يا رب العالمين. غادي ندير دابا شويه ديال الشريحه عقد هاد الشريحه عاود رائعه كي خرجت هاد العام صراحه بزاف ديال كانت ضاعت الشريحه ما كناش واخا كنا كنشريوها ولكن ما كانش كتخرج مزيانه. هذه رائعه هذه خديناها من الناظور من هذوك اللي كيبيعوا بجسقان تزميط زميطه وتغواوين في الجرده انفصل الاخر انفصل السوق المركب صحاب الناظور اني زنوزان بجسقان تزميط ذا التغواوين قاعس نتازع فاق الصبح مسن والله لف رائعة شحال ما نمشي نصاغي تيد ما نصنطني نتشمي في ذايس ولكن ثاني تمس رائعة يا رخاني فاعضب قيمة مني فقط غايني زنوزان فظلت تغواوين ذي الجردة الزفي المرك انفاس المرك ايتي زنوزان مهم مرات وغا في زنوزه تحب نغني توسن ونشيني وهي تتسني بسم الله ايوا وهذا مكان هانتوما خليكم معايا حتى التالي ديال الفيديو حتى نكمل الطبله ديالي نوجدها يلا هانتوما المتتبعين الاعزاء وجدنا الطبله الاوليه مازال كاين عاد الشيء الاخر ان شاء الله الحوت حتى يتقلى والحريره ان شاء الله حتى تسخن عاد نديروها في بلاصتها. ايوا دابا راه وجدنا ها باقي عاد القهوه واتاي مازال ما عمرناش وجدنا غير الطبله والماء مازال خاصنا هنايا الماء لان حنايا كنسبقوا بالماء والتمر كاين اللي كيسبق بالحليب والتمر كل واحد وكيفاش حنايا كنسبقوا بالماء والتمر. ها نتوما ايوا صحه فطوركم متتبعاتين ويعزن مجد كنت نير قنسوجد ميسه مزوات عادي قيمان غنقري سرمان هند نساس ان شاء الله نعمر قهوه اتاي ان شاء الله يا ربي ماش نير الشد كعاود امان شي نسمان تيني غادي يدير المغرب. اي والله تقبل منا ومنكم يلا مع السلامه الى فيديو اخر.